موسم حج 2016 نمر الآن إلى الشأن الاقتصادي. يعتبر التمويل الإسلامي واحد من أكبر الحلول التي يمكن أن تستغلها الحكومة الجزائرية في مجال استرجاع الأموال في السوق الموازية، وكذا تمويل المشاريع، خاصة وأن بعض كبريات المصاريف الإسلامية العالمية أبدت استعدادها لدخول الجزائر. محمد سعدوي وإبراهيم برقاش أعدى التقرير التالي. بعد الفشل الذريع في مشروع القرض السندي ومن قبله في خطة تخفيض الضرائب لاستقطاب الأموال الرابضة خارج المجال المصرفي، أبانت الجزائر نيتها في انتهاج سبيل البنوك الإسلامية لتظهر سوقا أثارت اهتمام كبريات المصارف الإسلامية العالمية. دخول التمويل الإسلامي للجزائر هذا يبدو جد محفز. لدينا حاليا عدة نماذج ناجحة في عدة بلدان يمكن أن تنجح في الجزائر. يمكننا مثلا أن نزوج بين هيئات جزائرية وأخرى أندونيسية لتعطيها الدعم التقني اللازم. على صعيد آخر، يعتبر التمويل الإسلامي وما يحمله من مزايا حلا آخر في يد الحكومة الجزائرية يمكن أن تستغله في الظرف الحالي لإقامة مشاريعها. فأي دولة إسلامية وأي مجتمع إسلامي ممكن يكون لديه عدد من المشاريع البنية التحتية التي قد يصعب تمويلها من خلال الخزانة العامة أو من خلال المستثمرين المحليين، من الممكن حاليا أن الدولة تقوم بوضع إطار لقانون سكوك وتعلن عن توافر فرصة تمويلية. دولة مالطا تقريبا لا يوجد بها مسلمين لكن لها برامج في التمويل الإسلامي وفي السكوك، وحاليا عندهم مشاريع للبنية التحتية تمول من خلال الأموال القادمة من البنوك الإسلامية. الجزائر في ضائقة مالية ولم تفلح الحكومة في كل حلولها لتوفير مصادر تمويل جديدة، فهل ستجد ضالتها في التمويل الإسلامي؟